لا تزال أصداء اجتماع قمة مجموعة السبع التي عقدت في هيروشيما تلقي بظلالها على طبيعة العلاقات بين الصين ودول المجموعة، لا سيما الولايات المتحدة، مع تصاعد حدة التوتر بين بكين وواشنطن في الفترة الماضية. ورغم تراجع العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، إلا أن بكين أبدت نبرة هادئة في تصريحاتها الأخيرة، حيث دعت الولايات المتحدة بالعمل على إعادة العلاقة مع الصين إلى المسار الصحيح، بل والتأكيد على ضرورة استئناف المحادثات مع واشنطن في أقرب وقت. رد الفعل الصيني يأتي غداة تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن أشار خلالها إلى احتمال حدوث تحول في العلاقات الفاترة بين واشنطن وبكين قريبا، بعد توتر في وقت سابق من هذا العام بسبب إسقاط الولايات المتحدة منطادا صينيا حلق فوق مواقع عسكرية حساسة. الصين ورغم تحركها على ما يبدو نحو الولايات المتحدة، إلا أنها لم تخفي معارضتها الشديدة للبيان المشترك لمجموعة السبع، وقدمت شكوى إلى اليابان التي استضافت القمة، بينما حثت سفارتها في طوكيو مجموعة السبع على الكف عن إثارة المواجهة والانقسام. ليس هذا فحسب، إذ استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الياباني لديها وقدم اعتراضات رسمية بشأن ما اعتبرته تضخيماً من قبل مجموعة السبع للقضايا المتعلقة بالصين خلال قمة المجموعة في هيروشيما. وبحسب الخارجية الصينية في اليابان بصفتها الرئيس الدوري لمجموعة السبع هذا العام، تحالفت مع الدول المعنية لتشويه الصين على حد قولها، فضلاً عن دعمها بيان القادة الذي تم اعتماده في قمة هيروشيما، والذي تدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وانتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي وروح الوثائق السياسية الموقعة بين الصين واليابان.